عجل الأضحية لباني مش كاسر حاجة بسعر 17200. بقول له يا ابويا ما تدليش مطر المش، تصورني عاد عشان تاخذ المثل ده. انت باش تصورني؟ لا بيصورك والله بيصورك. خذ وش البدو يا ابن الصور، العالم كله بيشوفه، يقول لك مطر المش وبتاع، جلسنا قدام العالم، عالم متخلفه يا يعني. خذ يا ممدوح، حياكم الله يا دكتور، كل عام وانت بخير. الله يبارك لك، انت بصحة وسلامة ان شاء الله. بقول له يا ابويا ما تدليش مطر من مطر المش، راح ركب لي دش. بقول له يا ابويا بنتعشى ونتغدى، وثلاث اربع بدات وبنتعشى، راح ركب لي دش خلاه احمر وعريان، وصبحت يا ابويا نعيان. يا دكتور يا خليفة يا خليفة يا عمت البياض يا عمت يا ولد ما تذكر. استنى يا حسن، كمل يا عمي كمل. يا ولا رحت ولا جيت، أقول له ما تتجوش من بعد أمي، خليك جنب أمي وجنب همي. راح أتجوز غير أمي، ولا خلى جوا ولا برا، قعد في الحاصل ونسينا بسواسي. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.